fucking with me, call up on a Uzi and show up and then they shut down. I've been fucking awesome, popping pills, man, I feel it's like a rock star. All my brothers got that gas and they always be spoken like a rock star. السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. القارية أو العالمية، الجمهور بالطبع حاضر ولكن ليس بنفس الكثافة التي كنا نتمناها. كما قال ياسم عراش سيكون لك 35 ألف متفرج، بالنسبة لملعب سعته ربما وصلت الآن إلى 70-65 ألف، بعد أن كان 80-100 ألف. أنا حضرت فيه 100 ألف في مباريات نهائية كأس العرش. بعد الحضارة سيتم عزف النشيدين الوطنيين، ثم سنتوجه لملقى سمي جواد بادة. مباراة يجب على المنتخب المغربي ألا يتلقى في هدف مع البداية. صحيح خالد، المنتخب المغربي لازم أنه أول يفكر في التسجيل وألا يتلقى هدف، لأن ممكن تكون مباراة صعبة والمنتخب المغربي ما يقدرش يفوز ولكن ما ينهزمش. بالضيافة أندري أونانا في حراس المرمى، ناكاتو ناجي رقم 5، جيروم أوغيلي رقم 4، كايتان بون 3، فاي كورينس رقم 2، جورج مانجيك 14، كوندي مارونغ رقم 6، تامبو أنجيسا رقم 8، تشوبو موتينغ 13. القمر بينما انطلاقة كاميرونية، المراقبة من هناك على الجهة اليسرى من طرفك يا أشرف يا حكيم، ممنوع التسديد قبل أن تخرج الكرة بعد ذلك إلى الركنية حتى الجهة اليسرى. أشرف حكيمي قدم مستوى أكثر من رائع، وبالتالي الاختلاف على هذا المركز حتى مع المنتخب التسديد. وأندري أونانا زير المزراوي بعد ذلك هنا تأخر في إخراج الكرة وتمريرها للاعب نور الدين مرابط، وصلت لي كارليتوكو خطير 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 مرة جانبية رسمية. وأن تلعب أساسيا في فريق كبير هو اليوفي وفي مباريات أصعب أمام ميلان كما حصل في الأسبوع الماضي، واتضح الثنائي المهدي بن عطية ومروان داكوستا، حكيم زياش وفجر وراء هذه الكرة. زياش يرفع على القائمية الأول الضربة الرأسية ولكن بعيدة تماما عن الذي سجله نصير المزراوي في مرمى بنفيكا في دوري أبطال أوروبا. هو نصير يعمل كنترول ممتاز لنصير مزراوي والمرابط يتباطأ هنا يترك المجال، وكذلك لاعب حكيمي يعيد لي الخلف مراوغة ممتازة. أول فاصل مهاري من كيا زياش، يتقدم زياش مرة جانبية إلى ركلة مرمى. أولا الكاميرون تمشي أمامي المزراوي في الاستلام، دائما عملية ترويج تكون جميلة جدا من المزراوي العرضية، ولكن تشتيت بهذه الطريقة تسديده شكل لدفاعات المنتخب الكاميرون. يخطف زياش ماذا سيفعل؟ ارفع كرة يا زياش، وزياش يرفع ممكن، اذا فيصل فجر وتسديدة كانت في طريق الى المرمى، تبقى مغربية وتسديدة بعد ذلك هنا من المهدي بن عطية. سنتابع الإعادة ليس في الكرة الثانية ولكن في الكرة الأولى يا المهدي بن عطية. كان عندك المجال لأن تسدد عوضا ترفع هذه الكرة مرة أخرى لحكيم زياش، يسدد رائعة يا زياش، رائعة يا تسديدة يا زياش بالإعادة. يا سلام يا زياش باليسرى يسدد هذه الكرة ذات، هل تفعل كذلك يا زياش؟ يا الفكرة على طريقة التغزاوية يا حكيم يا زياش من هذا المكان، ولكن لست أدري يعني يعذروني، ولكن أنا أتذكر هدف من أجمل الأهداف التي سجلت في مركب محمد الخامس في شهر فبراير الماضي، لقب إفريقي سواء 86 أو في 88، بينما كرة خطيرة وياسين بون ممتاز. تايمينغ الخروج كان ممتاز منك يا ياسين يا بونو، شوف الطريقة التي خرج بها ياسين، رايا ياسين بونو، رايا جدا ياسين. يعني في بعض يقول لك كل تفاصيل وجزئيات المباراة، كرة في وسط الميدان افتكاك ناجح، لكن أيضا نريد هجمة سريعة بالهندا. يتقدم زياش في وضعية سليمة، زياش هو جول، زياش يضيع
زياش يضيع زياش حطه في المكان المتواجد في حارس المرمى. كان واحد كذلك من نجوم والاسماء المشرفة في الدوري الاسباني. كرة في وسط الميدان كريم الاحمدي زياش يسدد مرة اخرى تصل لمانز مزراوي داخل المنطقة زياش. زياش من كليفرت في دقائق الجولة الثانية ركلة جزاء يقول غاستان ركلة جزاء يشير غاستان لا تناقشني لا تجادلني في عملية اصطادها جابها بوفال جابها بوفال جابها بوفال في الدقائق الأولى على بداية الشوط الثاني. إذا بوفال تعامل ذكي يصطاد ركلة جزاء. شوف الصورة مرة أخرى على الكاميرون يا حكيم يا زياش يتلقى الإشارة زياش يتقدم زياش تلقى الإشارة زياش يتقدم زياش أخيرا يا زياش تهتز شباك الكم لم تتغير واللياقة البدنية لم تتغير. مصطفى حاجي بينما كرة هنا فرصة سفيان بوفال محاولة المراوغة تسديدة الرائعة يا زياش حبة الكرز الرائعة ولكن أقول عنك حبة المشمش يا زياش الله عليك يا فنان هات الإعادة هات جيب الصورة يا مخرج المباراة لنتابع أحلى كرة أحلى قذيفة أحلى تسديدة منك يا حكيم يا زياش. هذه الصورة الفنان بوفال أو الفنان بوفال جاتك يا زياش بوم 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 بوم, بوم في المرمى وعودانو يا المخرج بوم أحلى كرة وأحلى تسديدة منك يا زياش باليسرى الساحرة جابها في الشبكة جابها في الشبكة الكاميرونية 2-0 الليلة ليتك يا زياش يا سلام عليك يا مبدع زياش يرجع مرة أخرى ويعودها له مرة أخرى ويجيبها له مرة أخرى في الشبكة الليلة أنت العريس يا زياش الليلة ليلتك يا زياش وتخلي السيدورف متصمد الثاني خلينا نلعب بشكل أريح مقاتل مع الدقائق الماضية خطيرة خطيرة مرة تالية لحسن الحظ مغشم في الريال كارتوكو إيكامبي بعدها بعيدة تماما عدم المجازفة هذا هو المطلوب في الدقائق القادمة غلطة في وسط الميدان شوف السرعة والانطلاقة وحده كارلي كامبي يسدد بالقدم اليسرى لكن على المرمى إذن الأمور تتغير بعد الهدف الثاني حكيم زياش يصل الدولة الأولى حديث كثيرا عن ألقاب السيدورف هنا مراوغة يا سلام هنا يمتع بوفال قلت يا بوفال متأنا اليوم يا بوفال الملعب ملعبك يا بوفال بينما أونينك يتلقى الإنذار في هذه اللحظات انتظروا فقرات من المهارة فواصل مهارية من بوفال على الجهة اليسرى حقيقة سيدورف قلت لعب المحظوظ اللي فاز بدوري الأبطال مع ميلان مع الريال ومع الأياكس أمستردام وكان جنبا إلى جنب مع كليفيرت رفيق دربه في الأياكس في 95 لما فعل الأياكس وفاز بدوري الأبطال في الجيل الذهبي للأياكس ستلعب هذه الجانبية لفائدة المنتخب المغربي خلف يقف فيصل فجر دائما تحركات بوفال تأتي بالجديد بوفال جاب ركلة جزاء بوفال يأتي بضربة حرة جانبية رائع يا بوفال في تحركاتك بينما الكرة يا بوفال لتو كنت أثني عليك يا بوفال لتو كنت أشير بإمكانياتك يا بوفال براسي كاد أن يضع في المرمى ويوقع الهدف الثالث زياش حط لما تكون الظروف مغاتية عندنا نموذج زياش أو اللاعب حكيمي بينما تلقى فرصة هو قالوا حكيمي نموذج حكيمي أتيح له
أكيد المجال يدرك الإمكانيات مع نادي بروسيا.